اللي استغلها ايه؟ اكو جهات يعني في الداخل موجود عمليه سياسيه اللي نذكرها والتراكمات الموجوده اكو من مستفيد من عندها. استغلال هذه الفرص وحقيقه كان مخطط خبيث جدا لجر البلد الى الفوضى الى الهاويه الى الى الى, إلى وهذا ما كنا يعني ندعو اليه يا اخوان. طيب. ترى انتم السياسيين انتم على السلطه يعني مو بس احنا يعني حتى المرجعيه الرشيده ولولا تدخل المرجعيه بحدها يعني انت جنابك في 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 مقدمتك انه اين العقلاء العقلاء والله لو ما العقلاء لو ما المرجعيه الرشيده اللي تكون لها تاثير كامل حتى على سيد مقتدى الصدر يعني تثبت لي الروايه اللي تقول انه سيد الصدر خرج يوم امس بهذه الكلمه اللي طولها 6 دقائق و30 ثانيه شوف بانه توجيهات سيد السيستاني. سيد مقتدى الصدر اول مره اشوفه بهالطريقه بهالعصبيه وهال هال 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 القوه اللي حكى بيها والحرقه تقلب على بلد همينهم. هاي نقطه جدا محسوبه له واضافه الى نقطه الاخرى وهي اعتذار للشعب العراقي. كل هاي الامور يعني تجعلك انه توصل الى مرحله انه اكو حقيقه حتى داخل التيار الصدري وهو دليل اخر انه السيد مقتدى الصدر ينعتهم ويعني شلون نقول عليه بالعاميه انه ما نقول يرزل يعني ما يقبل على اعمال اللي كانوا قاموا بها من حمل السلاح من قاذفات من قتل من هاي كلها ما قبل عليها باعتبار انه اكو جهاد داخل حتى يعني التيار الصدري ما يكون الانبياء كله بي حتى الجهه المقابله طبعا ماكو مكان بي كله اكو جهات كانت مستفيده من هذا الامر والمخطط اللي كان مرسوم له عملوا على الارض لكن لو في الاعلام فقط لا اعلام وفي الارض كانت قيادات موجوده داخل بغداد بالليل والله اقسم لك بها واكو ادله على الموجودين. طيب. يعني قيادات البعث المقبور كانوا موجودين في بغداد. طيب استاذ عماد مرحبا.